السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في برنامج أحاديث خير الأنام اليوم 26 من شهر رمضان المبارك. قال عليه الصلاة والسلام: السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد عن النار. والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار. ولجاهل سخي أحب إلى الله من عابد بخيل. قاكم في حديث آخر بحول الله تعالى من أيام رمضان. سلام.